بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بنراني برزو خوشويس إيمان داران صلاة ورحمة وبركات إخوة قروب برزقال لسرقه ولسرق جم سلمانان لهرشوين وهر جاية كان بخوش حالي ولعلقي كينوي برنامج قفتوي رمضان لم إواردا بخزمتان شاد بينوا بهي ورزامن دي إخوة قروب برزقال وسود من بوني إيوي برزو خوشويس لبرقوبة بتكاني برنامكا. حلقي أمجارمان تايبتا با روداوكي قورة قورترين روداو لتاريخ إسلامي دا قورترين روداو للرمضان دا بريتيا لنزول قرآن وقوري قرآن نزول قرآن وكأويكا باسكرا وزانا كان باسيان كرولا تاريخ إسلامي دا قورترين روداو وإيكا لا قورترين معجزي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كا لن يويدوهم الرمضان بدواو دابزيو شوازي دابزيني چون یتی استفاده لکردنی چون یتی خوان نوی چون یتی فضل قبر یکی چون حال سکوت من چون ولگل قرآنی پیروز امانو چن پرسو بابت کتر امرو بمیانداری برز موسا ملا محمدی باموکی زانای آینی و مفسیر قرآن انشاءالله بیک و شرفی دکینو گفتگوی لسر دکین موسا گیان بخیر بین جنابتان بای گوری پایداشتان باتو موفق و سرکوتو موسا گیان سرطا اما امانو بپرسین استا اما لا سيكي كتاي رمضان داين لا شواني قدر داين بتايبت كام شو دي بسر دا شوي بيستو سي رمضان شوي شواني قدر وكو قران كافرما ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر يان لشوني ترى فرما ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين شوازي دا بزين قران بسر دلي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام يان بابلين كيف او كيفيه كدا بزيو بيغمبر قران دا بزيو بيغمبر عليه الصلاه والسلام وقله تاريخ ابا زكريا فرمل لحفدي رمضان الوحي بيغمبر هاتو بلان خوي غرو بر غير باسلا شواني قدر اكا توفيق تشل نواني ام دو انا دا بزين سرتاي وحي ودا بزين قران لشواني قدر دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه خوي قورا لقرآن هذا فرمي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لم آيات بيروزة أما جبهوا كاكوا قرآن لا مانجي رمضان دابزي لا سورة قدر شاء فرمي إنا أنزلناه في ليلة القدر كيما للشوي قدر قرآن من دابزاندو ولا آياتك جناب تخيونتو لسورة الدخانة إنا أنزلناه في ليلة مباركة زانان تفسير بوچونی جوازی ان هیل سر اما اوی که جمهور و زوربه زانهان لسریتی لسر اون که قرآن لشوی قدره که لیلت المبارکش هر شما همان شوی قدره و شوی قدری جه که لشوکانی مانگی رمضان واته هر سی آیته که یک واته و مبسه گینن و مبس لم نزوله که لهر سی آیته که هاتو ابن عباس فرمیه اویه که وا قرآن هموی با یک بش لا آسمان ولوح المحفوظة ولا عشوني كوا قرآن سلطة ليبوا هاتوت آسمان الدنيا بوشوني بيوت بيت العز أما الرأي ابن عباس وكمل إلى رأي صحابه جمهور زعنا يعني تفسير علوم القرآن بل أم لبران بردا إمام الشعبي وهند يقل زعنا يعني تر بيان وايا أميك أمسي آية آماجي بيئكا سلطاي نزول وحية أو باسي أو دابزين للوح المحفوظ بسماء الدنيا وبيت العزناك على وانية على يكسر قرآن دسي بدابزين كدوب وسر في غمر صلى الله عليه وسلم يكسر لو شوا سرتا وبشي كمي قرآن دابزي وبسر في غمر صلى الله عليه وسلم بلام طبعا رأي بهيزو رأي زور بيزانان أو بيشو يعني كابن عباس يفرمي كبيك جارهم قرآن للوح المحفوظ وهاتو تأسمان الدنيا پاشان لآسمان الدنيا و بماوي 23 سال پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بپی پیویسو بپی رودا و کانو بپی پرسیار کان بش بش پنج آیت ده آیت سورت یک بپی حاجو پیویسی دابزی کاتا والله ما کیزنا بده وک قرآن ب مادم ب 23 سال دابزی و لسرتای وحی و تا او کاتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفات کرد دابزی جمله واحده نبوه نعم بيك جار قرآن بيك أو القرآن خويا فرمي أفرمي كافر كان لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
بو قرآن يكجار دانا بزيبوي كذلك بو يوامان نكردوه لنثبت به فؤادك ورتلناه تنزيلا لبلام دو السبب الرئيسي بو تثبيت قلبي بيغمر فؤادي بيغمر بو اوش قرآنك ببج بج دابزي حكمتي كمال حكمتي تي اگر بيوس كان مثلا كاتب باس يكين لا حكمته كان اوك اما باس يكين اگر سرتا باس حكمت لكن اوك اخوي قبرو پروردگار جل جلاله قراني دا بزاندو بو سر پیغمبر عليه الصلاه والسلام لمده 23 ساله خله اخوي قبرو بو خوي چي تناچه او دو جوابك هي لروي زمانه واني و علماء اللغه قالن زماني عربي قالن شتك بناوي سرتاكي ونا ابري بام قران حميدانه بزيوه كبشكي بلا سقسكي شعبي بلين بام قران حميدانه بزيوه اكري بدا بزيني سرتاكي بلين دا بزيوه يعني همي اما لروي زمانه واني لسا تفسيرك ابن عباس اشكالني او نزوله لوح المحفوظ ويبو بيت العزب واسمان الدنيا دوائل آسمان الدنيا ببسو سي صادع بزيو اللي هو بوسر فيها خمال بلا إما أوي كان بي أوتر أهل الإيمان وأهل قبلة مسلمان هيج كسك شكو قمان إلا دابازين القرآن يبو في سر في غنبر عليه الصلاة لكيفية تكي أوك جناب الباس تكرو زانان شقسا عليك أو قضي كترو وكيفية تكشي وأزانم تشون يتي دابازين يكي تشون دابازي وتشون دابازي نبازي بو يعني استفاده اگنا ده بو انسان چيب كاوچن كا او كي امام بس مان لو ام قرانه كه يما هيچ شك مان لو ني كه خوي گورو پروردگار كلامي خوي همو فصحاء و لغه عربي لو وقت خويا دم بس كردو وهتا قامي قيامتي او اعجازاني كه القران دركي چي اعجاز علمي چي اعجاز تشريعي وباقي بشكاينت القران دركي بلا مو كه مهمه يما چون استفاده بكين لمعصره من استفاد القرآن كين؟ شو اسمه لما عندي قرآنًا وبتأيبد لم كاتب ساتها يعني إما ل سر وبندي دابزين القرآن دين استاك القرآن لم كات أنا دابزيه شون استفادي لي بكين؟ ماله. ديار أم قرآن بيغمري خواص الله عليه وسلم خوي وها ولا بر الزكاني وتابعين كان كقتابي صحابة كان بون أوان هميان گرنگی کی یک جار زوریان به قرآن داول لهم روی کو لروی خو نویو لروی لبرکدنیو لروی تیگشتنو معنایو لروی کارپی کردنیو لروی تدبر لی وردبونو سنجتان اگر او آیتم بو افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها او يعني نه نه آیتی که کیانا بله که يعني اما جب باواك ام قران دا بزي وبويك واوكو كتاب انزلناه اليك مبارك ام ام قراني دائما بزاندو بوتو كتابك مبارك وبركته بيروزه ليدبر اياتي ليدبر اياتي بو تدبروا تيغشتنو ورد بونو سنجدان لايات كاني بكري وليتذكر اولو الالباب دواي تدبرك شي بكري تذكر بكري يعني قرآن كاتو أبي بخوين ديتو أم خوين نوا بتدبرو به تدبر يعني سرنجدان لي وردبو نوا لي تيغشتن باشان أبي دواء كاريغري دروسكا تذكر دروسكا ها بيغمالي خواج لفرمو ديكي صحيحة أفرمي مجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله بينهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ها تلاوة تدارسين كردوا دواء كافرمي غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يعني أبي تلاوي آيات ببي تدبر ببي كاري بيبكري عبد الله كريم مسعود جفرمي إما أشون خزمتي بيغمر رضا ورحمة خوالي لبي دا آيات من اللي ورقر فيري خوال نوكي أبوين فيري معناكي أبوين كار من بيكر أنجا أشون دا آياتي كمان ورقر أما بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم زور قرنجي بقرآن فيربون دعوة مثلا صحابة كان لخزمتها فيربون او صحاباني شعر زابون دزنشاني كنوتي قرآن لم چوار صحابه ورگرن كزور شعر زان صحابه شعر زان اردو بو ولاته كان بو شعركان داري مدينة بو خلق فيري قرآن كان كتابي وحي بو بو قرآن كبنوس نوهي چلية نفوتي پیغمبر خواه چل كاتبي وحي هبو هميشه دوان سيانين لخزمتي هبو هميشه پاشان صحاب بعد كل صامي ده فرمي كسك هاو تازه مسلمان بو پیغمبر خو ايده د صحابه کې قران زاني فيري قرانيكا مزګوته کې پیغمبر او نه قران خو نيتي ابو نه درس تي اخره له دنيان برزه بو پیغمبر خو به دنيا کې نه دنګ تن بابا سره کا برز نه بيته و توجيهات اذا به معلم قران كان پنج ايات پنج ايات به قطعه كاملن و صبحي صالح لعلوم قران كه باسه كه فلمي لمدينه و دورو بريا
نوم زغوتبو بيغمري خوات توجيهاتي بو ام نوم زغوتبو معلميني قران شلون قران بخلق بلين باشا بحضوري بيغمر عليه الصلاه والسلام هلا بلي 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 باشا نش سيركين لصحابه كان بيغمر كومل خلقي متخصص جقلو يزور بيان قران يعني لبرك دو قران بچاكي زاني و ليتي گشتون كارين بيغدو كومل كان هبون زور شارزا وكو عثماني كور عفان وكو ابي كور كعب وكو زيد كور ثابت وكو ابن عباس ابن عباس وكو ابن عمر أمانة وكو شوار خليفة كبهر شواريان أمانة قرآن زهر شاك زاني أوتا أبو عبد الرحمن السلمي كراوي حديثي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأولى ابن لا عثماني كور عفاني ورقتو حديثة أفرمي شل صال لمزقوتي كوفة قرآني بخلقوت وتي أنتو أول شيء حل مزودنا شيء تدروا ليرة خو بس توتو فمن أم حديث من يوالي كذو خيركم من تعلم القرآن وعلم بلكاتا لا أنجا أجر بين دواتج أجر كاتب بين دواتر تابعين وصحابة زور قرن جانب القرآن داو مثلا أبو موسى أشعري والي عمر ولا سر بصرة كشي صحابيك اللي وديته وعليه أبو موسى شيكر قال والله خلقي في القرآنك يعني بواليتي كإيشي قورو وجهاد وقضاء وهموش تكيبوا يكيق لإيش الرئيسي كاني تعليمي قرآن بو بخلق أمير اللي راقو سيقورو قرم هنده كزواء زان فيربوني قرآن سرتابز بو من الله كنجا كتازة فيقا مع ليلة فيربوني قرآن في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام خواه قورو پر وردار خوي لري جبريل وفيري كردو تاشان في غنبر عليه الصلاة والسلام أصحابي بفير كردو بسريا خواندون نتو أوانيش جوان بوغرتو باشان لبيغمبريان بيستوتو عليه الصلاه والسلام وبيغمبري جان هدا كان بيغمبر داوي لكرو بسريا بخينتو تاكيد امامي ما قورترين شتي قورترين علمك قورترين ثقافتك امر انساني مسلمان لسرو بخوارو يعني لهر ثمنه كابه بيش همش تقرنجي بيبدا قران اساسي علمك انا يعني من راسي بيرمدي ما مساك ما نبو لهلا وجماعه مساي زماني عربي لبر القرآن لبر بو وجوان قرآن أزاني وتفسير معناه قرآن أزاني هر وش يكتود هر فعل يكتود يكسر آهتي كينا كلمة كتابة لو هنا صيغة فعلة شو أنا مزارعك يكسر فعل كي بو هنا يتما قرآن شو بكاري الناوة ها قرآن كلمة بو معناه بكاري الناوة يعني قرآن زاني زور آسوي فكر إنسان فراوانك زور معلوماتي بهي زكاة زور توانا علمي بهي زكاة زايدا نوا لهم يقرن ترى ويا من هروا دوين الشوتو زاو بحاسب حساب ممكن كواكو ليلة القدر خير من ألف شهر هات مش ماري آتكاني قرآن شم حساب كر وحرفكاني قرآن سير ممكن ببي أم معادلة حسابية أجر ختمة للشوي ليلة القدر بكرة يا أو كان شو قدر مسا ختمة بكرة نوشج مليار حسنة بو إنسان المصري نوشج مليار حسنة من قال لي لا سر أويك زناب ده فرنا وشش مليار حسنة أملا سنته مس بالنسبة واجبة وحزة كم أمام هرشن أمام موضوع كتابته بس أملا زناب ده ترسمه قرآن كنوع زناب دروني بكتبه أو برزانيك لشواني قدر أمنه قرآن أخوان يا هرجو عبادتك أن بتعبت كقرآن أخوان بلام نجيب يعني أنا فوتي كام يعني مهمة نعم هو يعني الحديث صحيح بيغمرها هاتوف مي خوش شوي سترين شتيق لا إخوة أويك وفرزك دول السلام إن جعل وما ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل دواي فرض نابي إنسان بو سنتك فرض بفوتيني نابي بو سنتك فرض بفوتيني بلام براسي بي وكسي واكابي نشغل وتتاني وجي بيانيك أو كسي أو بكابي نشغل وتتاني وجي أقر خوتي جو نعم خرابة خرابة بلام يما يعني هل ليلة وبربس يدوزنا كل ما هو سابوا يخلق القرآن نخويني؟ أنا مقصدهم يعني أجر خوتي جوا أبي بقول نجي بعدين يبون نجي. بلى بتأكيد بتأكيد. بلام قرآن خوين دن جوريه صحابة زور قرنجان في دعوة تابعين زور قرنجان في دعوة يعني براسي أجر بيا مسر قصي هندك بتأتي أواني كواكو خوين تعبت كده بخدمة القرآن وكبيان تقراء وطلبي قرآن وزور كاتو عمري عن تعبت كده بقرآنه بس هي وين هي حفتاسة. ها نافع مثلا حفتها صار ام بياوة خريك خزمة قرآن عربي جنية موسى من يكشتم بو دروز بو غيرا خواهي قولك باسي أمتي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام أفرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس يكم أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشترين أمة خواها لي بجاردن وخالتي لنا أمتي بيغمبر جاء بيغمبر عليه الصلاة والسلام
نخبيك ترد عليك فرمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنجاب لعلمك أو حديث بلفظة رشاتو فرمي أفضلكم هر صحيحة أفضلكم يعني أقول أفضلك لو تزق تريش هني تعي لا لا خيركم خير هني يلا اسم تفضيلني بلام أفضل اسم تفضيله خوي فضلي شو اسم تفضيلي شو يكيك لو نمونا زور زور سنزراكي شان عزت كم كعلماء إسلام شان قرنجان بيداوا يكيك لقاري أكان بناوي محمد كري علي سلمي عليه شوي كان مع مساك أبو مقرئ دمشق كناوي ابن الأخرم بو زور قارئكو عالمك عجايب بو منش بوي سرم بيبتم لاي درسي قرآن كان بخوينم بيج نوجي بياني بيج نوجي بياني روشتم مقبل الساعات بيج نوجي بياني او روشتم سرم قر سرانا قر بو درس خوين دون قرآن خوين لك لاي قراءك على چوم كمون بيج نوجي بياني بس حر روشتم سيركم سيكا سريان قرتو بيج من بو دواي نوجي عسر سرم هاو يعني أبي أمانة شو اهتمامي كان بقرآن دابي أبي شو شو خويك لا كردنا وو اللي برانك بأمانة بو بيت يعني راسي عجايبة أو قرآن أو ما هو أو قرآن معلومي جنابتك قراءة خيون دوا حتى شدكين حركي مدكي تلفظ با بيتك أما أبي أكو خوي دربي أبي أكو خوي بوتري يكتوز شدكي تواوش الديني تي بيتي كي فوتان دوا الفك دريجي نكي تو مدكي نقصانا حرفك اللي مخرجي خوي والنوتري هلا يقرأك ما رشتيش قبل ما وصا ما بس يعني أم قرآن بأم دقته ورجيراه وانك استا لمعاهد ولا كوليجا كاني فنونة بابل الاختصاص يعني فنونة بتعبد للصوتة يعني من زور دقتهم داوا يعني همويان أجرين وبو كيفيتي أو كيفيتي كزناني وقت خوي زناني قرآن زناني تجويد لمسألة مخارج صوت لدنجة زناني لغة زماني عربي كمتبحر بون القرآن يعني إسفادان همويان لو أنا بتأكيد ما هو سأما للري فضله همو كسش كيلة فضله جوري قرآنية فضله جوري كمثلا آية أم فضله جوري أما من حزة كم آية فضل القرآن هرتن هال للري أوه كمصحفة أما حزة كم قال لي رايت جنابته اگر بكري بيناسيش قران بكناي قران شي تشك زور كسي تا اسج لي بس قران شي هذا وند بس ابو وندي مصحف اكبر كاتب لا ام قرانه قران يعني حتى علماء لن ام قرانك يسبي توشتكانه اما تعمل التعبير لي دانه وي قرانه تو ماركني قرانك كخوينا قرانك او صوت وشتك او اوتري قرآنك أو صوت حروف وكلمات وشانك ليبيك هاتو بلام أما تشيه أما تو أملي أم كتابك قرآنك أو تو مارك دو أو شيء وكواك وتلفظ وتنوشتك بتو مارك رأي بنسرائي وتراوة بلام أم قرآن خوي بريتي اللي ويكواك لجياني خلقا كان رنگ باتوا كاربكا رول ببيني أقلنا قرآنك حتى أم قرآن بيروز مبارك اللي رفيك وتعقك برز جوانا داينه وبيخرنا وشوشيك وبرجك جوانو طبعك جوانو شيئك يعني لسردمي بيغمرا لهمو جياني بيغمر خويا يك قرآن نسلا ويجنا كرابو اكتب برا براو بش بشو هر توزي لشوينك بلام لبرو كاري بيكرا إيشي بيكرا جيبا جي اكرا أو جيلة قورة عجائبة صحابي دروسك كدوايا دوانا القرآن كاري لم يجي بشرية تدروسك من أمي أو بجناب بلام يعني تاز قصقش اللي بينجي تاز زماني عثماني كل عفانش كشوارم خليفي راشدينة لزماني أوى بينجوا نص القرآن للروايات قاعد حاول نص القرآن نسريته ها بلام أي إيش كذن بقرآن شون بو أي جاب جا كذن القرآن إيش كذن كذن من أمي هم مسلمان كيسا جوي لأيام يعني هلا كسا كي سادوا بو سروا كا إسال رمضان هم كسا قرآن يقرب دسي حزة كا قرآن بخوانة حزكا ثيربي حزكا أجرو ثوابي دسكة فضلكي دسكة بس أقل ليه عن برسي قرآن چيه يعني جوابي چي بيبو خلق بو خلق يعني قرآن أخير كتابي خواي پروردگار رب العالمين بو كوتا بيغمر كبيغمر إسلام محمد صلى الله عليه وسلم بو جياني خلقي لسر بريوبشي جياني ديني ودنياي جياني ديني ودنياي يعني ستو سرنجي قرآن بدا يعني هر دوشتكي تي حتى من
بيم سير هني علماء لن باسي دليل كان دليل انه لسرش لن دليل عقلي ودليل نقلي. دليل نقلي يعني قران وحديث، عقلي يعني غيري او ديواني قران زور اشاره بدليل عقلي كانك قران فهم لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت. اما دليل عقلي اجر جقل اخويا ببوالم بنورات يكشو ها نمونيني تولي يكيك هاو باش بو خواب راب دا لقل كسي كهاو بو كواي عبد چن خاواني كي بو لقل عبد كاي يك خاواني هبي ها اخو ما نهمو دليل عقلي افرمي ام دعاوة اما آوة كي سورة وما آوة كي شيرينة تيكال نابن حاجزي كان لبيني اخو مبابتي كي علمي اما مقصد اما يك اما او تعريفي كزانان كرديان بو قرآن كقرآن كلامي خواهي قورو پروردگارا خواهي قورو پروردگار بجبريل انا رتي بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام و گشتو به ایمان لدوی پیغمبر به تواتر و نصره و تولا به رسمان اینجا بوتا قرآن اکتبه که لبینی دو دفعه و که مصحف لبر رسمانا من امیکه امیوی بلم ایمه اصفاده ایمه یعنی فضل ایمه اصفاده کدی ایمه لقرآن یا فضل قرآن بسر معنو تنها لروی مصحف هون یا تنها مصحفه که مهمه قرآن چکا اوه که کاتا کاری پی بکره هو آیتای خمول لیدبر آیاتی ولیتذکر افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها نعم بلا ميك كثير لوش ثاني كمثلا خلق اهتمام بدعوك جناب دام عجت فكر زنان حتى خليفه كان اهتمام بخوين نو دا خوين نو رجعنا انهبوا هو خالك يس اللي راه اقرا تشكيل مثلا تلاوي قران بلا وش خالك يقرنك تلاوي قران خوين نو قران انسان هر تو بوي بيان مثلا ما وسطا يا شيخ يا قبره يتدبر بش بكات القران وازي لبينه وكوي كوتم خلصي وازان هر دبي من القران خوينته او تبي غمر اخو صلى الله عليه وسلم يعني ان وانا كبوي ما مساق في متابعه النبي لاصحابه وقران خوين يعني ما شلون يعني متابعه بدواتشوني كدوها ولاني هان داول سر القران خوين فرمي من نام عن حزبه او عن شيء منه حزب او مقدار القران ابو هركسيك شو براب ولا شو نرجع بيخويني يا شو انا بيخويني هركسي خوي ليك او بوين خويندا يان هندي كي بوين خويندا فقراو فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لن يوان نوجي بياني بو نوجي نيورو بيخويني كشو بوين كراوة كتب لو كأنما قرأه من الليل او كوالا الشو شو نوجو قيام الليل كاخوين بيتي يعني املي ودركوي صحابه كان بزوري بيغمري خو اخوي بتايبتي لشونو جا ورد قران انا بو حزب قران كان لي اخو انت انجا علميا نجدر كوتوا او كسي قران لا برا بتواني لشونو جا بي خنتو باشترين وسيله بو تثبيت حفظك شك او شوك شوماتا دنيا هي منو هي واشا دنا دنوشتيت يعني جو صافه تقريبا نفركه لكمالشتي معنو بون روجوانه مين بود بتدي دوا او كخوتو هلبسه مشكي زور صافتره جوي زور صافتره بو تثبيت او حفظه طبعا ابي حفظي بانجع اخواني كحفظه كش بخواني جوانتر طبعا بيو تثبيت به لدلولة مشكي او قرانك ولا بري كرد باش انش بيغمر خو افهمي من دني هاوري اشعري كان بقران اناس موا كات الشو دادي با من مالا كانش انا زان بدن يان ازان من اشعري كان يعني زور قران الخند بدن يان بدن يان يان تغني عن هبوا لو يعني بخلقي منطقيه كما انا اصلا خلقي منطقيه يمنا يعني لو تشي لها جوش تكان لا جيك جانبي اجا بزورش هل شو انت لما تحنك اما انا قومي كي زوري من زور دين دار وبتقوى وانا بون وقبل زياشتي كان بو بي لو تشي زيا عبات وزيا قران خوين دنوشتي كان بو بي بيامر خوافه مي ناسم وان كنت لم ارى منازلهم با ما على كان شي النبي ان بتشاو بس صوتي انا عزام او اوانا ولا حديث كاف من الصحابه كان جوانا كلامك كي بيامر فمي هميشه وردي شوي عنها بولا قرانك اگر بو یانک ریل بیانی لو نیوانه که پیغمبر فهمت این خوند و پاشانش امام مالک که امام دارالهجره رحمتی خوای لیبی افرمی که رمضان هات همش دگی واز دینه قران خوند نبی یعنی بو واکه امام ای فرمی پیغمبر فهمت خیرک من تعلم القران وعلم وحتى بيستم بيني وما لجيانك قال الاخير واخر عمره وازي لزوربي فقه وحديث وانا انا هرب قران ومشغول أيو حزكم كوتاي جيانم بما بيك بيغمر في ميتي خيركم لبرو إما لقرآن تشنشتك من بيوس
فيربونكي بجواني كما علم تجويد وقراءة بيويسا إنسان لا أو ماموسانا ولا أو كسانا كأم علمان لا يبشف بيخويني من دواك أمام كسي بيخويني بماموسا كانش مانو كزوري لماموسا أين كانش بيويسان بوهاي أو علم قراءة بخوينن دواتر تفسير معناي آية كان وسورة كان زور ضرورة بويتو بزان إم قرآن تشي أفهمي قرآن دواي تشي أكا قرآن تشي تياي سي دعاي تدبر يعني ورد بونا وسرنجدان يعني جاري واي بيغمري خو آياتي كي چند جارو توتو تابعين وتدبورا باشانش تذكر يعني ام تدبورا تذكري اللي هو برهم بي تأسيل لسر توبكا كاري قري لسر دوبكا حسا كم يك حادثة بجرمو كأيوش حادثة يكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي روجك كابراج لها ولاني بيني وفرمي ما لك تكون محزونا أو تشي هرزور بطاقة غمبار وخفت بار أدبينم أم بيعوش عليه والله إيه بيغمري خواه من تاوانيكم كدولة جاهلية أترسم كمسلمانيش بوم خواليم خوش نبيونا تاوانك قوري بيغمري خواهش فرمي دي بيهم بلا بزام تشي تاوانك تي والله إيه بيغمري خواه من لو كسانا بوين إما عشرة وشتمان كشمان زين دابا چالكر کچک من بو ویستم بیو کجم خزانه کم زور دوائی لکدم نی کجم نم کشت دوائی کچک من وای لی هاو گوره بو آوا پیه گشت تر خلق دوائی کرد نه ام توانی بشوی بم غیره توشتم قبولی نکر و لولا شوا پیشم ظلم بو معفرت هروا بمینه تو لبرو بریارم دا زینده بچالیک وتم بدایی که جلو بر یه جوان کرد بری بوی او بخالتیم ای بم بو سردانی او خزمانی لفلانه ده اوشتی باشه و جلوشتی جوانی که ده بری بلا امتی سوین تن بخواه و کبوله عهد و وعد بی هیچ خرابه برام برام افرته نکی هیچ خرابه شتی کلیه نکی امانه ای زانی یک کل ترسی هبو اوشتی باشه و عهد بی وعد بی و امانه علیه تر چون که مقداری لمال دور کوتموه بیره کلیه بو سیری بیره کم کرد علیه تر افرته که شکی برکش که بیخمه بیره گوتی باوشی پیا کردم تی تو آب او که ممکنه بوچی عملی کی؟ الان تر بزین پیا هاتو پشیمان بوم او جاره هم تر شیطان اینی تری ناو ببینش که ما آفرت او بمینه و عیب داره بیانه هم تر بیستم هم تر باوشی پیا کردم و جاری دو همیش هر بزین پیا هاتو نمکست بو جاری سیم تر شیطان هر زور زال بس ما پلامار ما و بسرا خصم بیره که تر تی که کاتی خصم بیره که ایو يا أبي قتلتني خو باو منو تكشت على يتر هر يوم لي وهتا دنيا وهتا دنيا نما انجاب جميع الله صحابة كي جرتوا في المي بيغمالي خواش في المي زبتشاي هاتا خوارو فرموي لو أمرت يا أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبته اگر فرمانم پی بکرای هر کسی پیش اسلامتی شتی که کدو تاوانی سزا بدرای لسری سزای تو مده بلام اسلام یجوب ما قبلو او ابن کثیر لتفسیر که عجیره تو بسراته سیر که ام پی او دوی مسلمان بونی گناه یک تاوانی پیشو کردویتی ام اسلام ام قرآن او انا کاری گری دوستگا همیشه به طاقت همیشه به زهره همیشه بیری اکویتو بلام سیر که خلقی علم سردما بسطان کسا کجه بخیاله نای او چیه؟ یعنی دینه شتی که او قرآن نیه اوها کاریگری لسر دروس کن کاتا اوی که قرآن فرمه ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل یعنی همو شتیک لقرآن قرآن همو شتیکی باس کرده ایما هم باسو خواسا اوی که من امی با کرتی لکوتای برنامه که با کرتی بپرسم ایما استفاده لقرآن بکین تن لروی خوی نواوا یعن لروی تدبروا یعن لروی اعمالو کام یعن هر سیچان ابی همو یعن ابی آياتك إشارة بهم يكا وأقرب شن آياتك هم يكوك يتو هم يواية وقصي صحابة ابن مسعود كبيني يعني فيربوني قرآن معنا كي كارب يكدني آياتك إشارة بتدبر وتذكرك وأم قرآن إش خوي بوها تو كارب يبكري كاجناصر سبحانه قصي زوانا قال رحمة خير بيا فرمي علماء زور قرآن بدو أي سبب نزول يكي آياتك أنا سبب نزول يعني هي نعوة أنا بس سبب نزول قرآن يعني هي نعوة بقشتي قرآن قوي بوجياتو بلام هاتون یک یک او آیتانی که سبب نزول هوی هات نخواره و یعنی باسی کدو ام قرآن بو هاتو کاروباری انسان کان لدنیا بو روشوینو
اسلوبی که خواه و پیغمبر اینه برای آب چه خواهی گورم بونواری درست کردوه ولی همان که تا خواهی گورم قرآنی نردوه اما کون منظوره که اماش اکولا قرآن ما قرآن که اماش قرآن منظوره که ابیم هر دوشان موافقن هر دوشان لیک سر چاواتون هر چون ام یاسای ام کون سوران و باران و هوا و باقی سنتکانی کون بدسی پروردگارو او فرشتانی که و او دایناون بر روا چه به جیان آسای و اعتیادی که می رو فکنش دستر یاسا و دستور که او که قرآن بر روا بچی موسا ایما از این که قرآن خوی که خوانی ام همو فضل و گوریه به خوانی ام همو گرنگیه به که چه پیغمبر علیه صلی اللہ سلام احتمام پیدا به چه صحابه لدوه خوی چه تابعین بلام لیره بیر من نچه فضلی صحابه من بیر نچه که چون ام قرآن این پرستو و ایما چون ادب و رز من هبه برانبریان که اول موضوعی که حذف کنم اگر با کرتیج بی، بتای بذ کلم معنی رمضانه خلق زیاتر رو که تمزگود و خلق زیاتر متابعی برامجی عینی که وقت چون فضلی قرآنی بیرنه چون فضلی هالقرآنی قرآنی جی بیرنه چه هل کون و کصحابه بون هت امر؟ بتأكيد صحابه حامل لواء اسلامن و اگر صحابه نبودن اسلام بجیل کان اصلا اگرش تیم اون حلقیه کمی گینر اسلامن وأن مهاجرين وأنصاري أولا كأجري جورا هنا يعني يا بيغمر يخوال حد سقاف مي جالك صحابي لو أنا كدرن مسلمان بقصي كيود بصحابي يجي كفرمي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل الأحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفه أجريك اليوم بقوت شياي أحد أعطون ببخش للريخوا بقو مشتك أوان ونيو مشتك أوان شخيرين عاد اوان لکاتی سخته لروجی سخته لروجی نبونه لروجی بیا پشتیوانه پشتیوانیان لام اسلام کرد جان و مال و مشتی چهان بخاطر کرد با گندنیم اسلامه لبرو هر کسی صحابه خوش نبی هر کسی طعن لصحابه بده هر کسی شتی برام بر با صحابه که براسی لوانی خواه هیچی لور نگری و عالمی شخصی جوانه فرمی فرمی اگر طعن لصحابه درا معنی طعن لاسلام درا چون اوان اسلامیان گندو با قرآن و با سنت کیوا اگر اوان خلالی کانتیابه معنی اصلا کج نعم ما صخفة داش خير باتو قرآنك بام جبريه وبامها مفصله ولو ما نجيكي بكوبيروز رمضان كذا بزيبه إما أزال ما تفعل بكورتي وبام بام بوش الربريو بام كورتيا بس بكين حزة كم كوتا قصد أجر تايك بيت كي لا مدتك يزور كورتا صبرت بمن الله كان من شون يعني هان بدين بس لو مدتك يزور كورتا لبري والله يدو قصة بتشوك جرمه بكورتي زور يمكن ما مسايك ما مسايك قرآن كناوي دكتور سعيد حاربة نائب الرئيس الجمعي دبي بو تحفيظ القرآن على منارك دوانز صالان ك خلق يك الجمهوريات السوفيت بولا مسابقة كي ما يكم درجو هم قرآن كي لبربو هم قراءة كي زور مزبوط ولما أنا برسي شون فير بو يوتي لباوك موت ما باوك ولا كي يوتي لباوك بيرا موت ما سير ما كي بابيلي لزمان ستالين وماركسية وشيوعية الروسية جاوت ما أو شون قرآن فير بولو كاتا تباوكم بو يجرامو أيود باوكم ای بدم داری دیکه خومنو گونده که خومن سواری جوری جکی کردم دوای گشتی نشونه چایی ابستم ای بدم ماوی دوای آشون نشونه نشونه کوبلی اشکوت و مغاره گل ناو شاخه که لب چایی کردم لب سعیم کمال تلاشتی تی قرآن خون دوای که هات مو چایی ابستم تا دوره کوت مسافت اینجا منو بو چایی ابستی لب او کمر بدی بوی او شونه کشف نبی نه او کدوای که او خلق کنه بکشن آوا خلق فیر قرآن با باوی حدیثی دومن کرگل هر خلقی او ولاته لعائله کی خاندانی دولمانی بتوانه آبوا شو سری فیر قرآن بی لبرو ایش قطابی فیر که اشیا ده سال بیت شواني حیوان لدیکا یکی یک منالوشد با انکا قرآن پیاده خب پداش با تو ما مسکن کات که من نما و کات من نما و زور کرد داویلی بردن که این معدوم من کردی زور سپاس با ما وصا ملا محمدی با مکی زنای عینی و مفسر قرآن بین رانی برزو خوشبیز لیر دوام شوی هت نکوتای عقی امجری برنامه کمان تا به گشتم یکتر هم لایکتان بخوای گرو پر بردگر اسمیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته